السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين وسهلا شكري. تفضل. شلونك يا سعدو؟ الله حيه بالشكر. شو؟ شايف لك الحمام وسخ اليوم وريحته مخلل. سد حلقك ولا ما حدا غيرك الوسخ والريحته طالعة. لا يا نص نصيص، صار لك لسان تحكي. أنا نص نصيص يا بنت أمك. إيه رو عمي رو، رو عاد بحضن أخوك وطبطب له. أيوة، بس قبل ما أروح لحضن أخي وطبطب له رح ورجيك شي بحياتك ما شفته. رح له أخي رح له. قرب ولا لك قرب شو مفكر حولك بس مراجل علينا. بس يا شباب بس لسانك أنا. لك فكري لك شكري فكري ما حد هيك فكري. مالك شايفه عم يركاسي؟ شكري الله يرضى عليك، لا تعمل لي مشاكل هون بالحمام. ايوه منت علينا عمي عبقاسي، اساسا هن ما هم مستاهلين. ولك سدني يا لك بسام. لك بسام الله يرضى عليك، ما عندي مشاكل. ايه مالك شايفه هو اللي عم يعمل مشاكل عمي عبقاسي؟ عمي اذا ما بدك مشاكل انعوا لهالزغبه. شكري من شان الله كف البلا واطلع من الحمام. ايه شو عليه؟ راح اطلع بس وحياة هدول لقص لسانك ولسانه ونعيما بس للزلم. اطلع عمي اطلع الله يرضى عليك، اطلع وكف البلاء. ربي يسد ما يريد. روحوا عمي روحوا اقعدوا بمحلاتكم روحوا. عمي الله يرضى عليكم، هون باب رزق، بدكم تتخانقوا تخانقوا برا، ما بدي مشاكل هون بالحمام. مو نحن اللي بنعمل مشاكل عمي ابو قاسم، بس عم فكري ولاد عالم وناس. ايه ايه مو انتوا عمي مو انتوا. الله يجيب العوائل سليمة. سعدو أمر جيب طقم شاي للشباب وبعت لنا نارا. ايه ماشي. والله عجبني الفكرة. لا بيطلع معه شو هالحكي يا